وسائل التعبير عن مأساة الطفل السوري بعد أن لفظته مياه البحر في الشواطئ التركية تختلف من بلد إلى آخر. في المغرب اختار أعضاء تحالف صوت الأرض والمتعاطفون معه من فنانين ومجتمع مدني لانبطاح في الأرض في نفس الوضعية التي وجدت فيها جثة الطفل السوري. اليوم مجتمعين فنانين صحفيين ويعني ديزاكتيفيست كولتوريل من مجموعة ديال المغاربة باش نتضامنوا مع هذاك الطفل السوري اللي لفظاته المياه ديال البحر. هو وبهال النقطة اللي فاضت الكاس منها، بزاف المغاربة كيموتوا هكا، ماشي غير حيت هو سوري، بزاف الناس اللي كيموتوا باش يحرقوا باش يمشيو يشوفوا حياة حسن، يقلبوا على حياة ماشي حتى على فلوس ولا باش يقلبوا غير يبقوا عايشين. هذه المبادرة يهدف من ورائها المنظمون إيقاظ الضمير العالمي إلى معاناة اللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب والإرهاب في بلادهم. قافينا كاملين، كنت درت ليه واحد الرسم هو ما ذنبو والو، فنقول لك يعني ما بقى ليا ما نقول بالنسبه لهذا الولد مسكين. ست شهور غريب لان هذاك الطفل كيف قدر انه واش غويت واش بكى واش طلب با واش طلب مو. صعيب تعبر زعما، صعيب انك تقول واش بصح حسنيت بحال هكا ولا ولا حسنيت بحال هكا فراها زعما استعداته. البقاء في نفس وضعية الطفل السوري لمدة 15 دقيقة هي رسالة من الفنانين المغاربة والمجتمع المدني على بساطتها، تحمل في طياتها بعدا إنسانيا لإثارة انتباه العالم إلى مآسي اللاجئين وخاصة الأطفال والنساء منهم.